الله أكبر هي الوطن الأكبر في وجدان كل مسلم، قبلة الأوطان، زينة البلدان، ومنها تستقي الدنيا بتاريخها وحضاراتها رحيق المجد والسلام. من أرض الحرمين. أعزائي المستمعين، في زاوية مبادرات حديثنا في هذه الفقرة نرصد فيها إحدى المبادرات القيمة التي تجمع ما بين الإعلام الرقمي وخدمة ضيوف الرحمن، سواء كان حاجا أو معتمرا أو زائرا. للحديث بشيء من التفصيل حول هذه المبادرة معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة أروى بنت عبد الله عبد الجليل، أستاذ محاضر بجامعة جدة وجامعة دار الحكمة، وباحثة دكتوراه بمجال الإعلام الرقمي وصناعة الوسائط المتعددة في مواسم الحج والعمرة. أستاذة أروى، السلام عليكم ورحمة الله، مساك الله بالخير، أهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وضيوفنا المستمعين الكرام. حياك الله. يعني بودي أن تعطينا تعريفا يعني للبداية والتجارب. طيب، يا أهلا وسهلا. في البداية أحب أتكلم عن التوجه القيادي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، ورؤيته 2030، والتي تعتمد في قوتها المحورية حول عدة نقاط رئيسية، منها أن المملكة العربية السعودية هي أرض الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، مما يجعلها قلب العالمين العربي والإسلامي. ومع تقدم التحول الرقمي بشكل فعال، ترسم الحكومة مسارها الرقمي من منظور وطني تقوده وحدة التحول الرقمي، حيث يتم اعتماد 3 إجراءات استراتيجية رئيسية، وهي التسريع والتمكين والتنسيق. وتتبلور هذه الجهود بانعكاسها إيجابا على تقدم المجتمع الرقمي، ومن بين الأمثلة على ذلك إدارة الأفواج في مكة المكرمة وخدمة حجاج بيت الله الحرام. ومن هنا طبعا طلعت عندنا مبادرة محيا، محيا وتحتها أحيا الفؤاد بمحياه. إيش هي محيا؟ محيا عبارة عن حي أشرقت ابتسامة على محيا، أي على وجهه. محيا هو اسم، محيا هو وجه، وجه هو الطلق المحيا المتهلل والمشرق. وطبعا من معاني محيا اللي هو الموضع الذي تحيا فيه كل نفس تحب محياها، يعني المستبشر والمتفائل. بالضبط، فإحنا اخترنا محيا عشان تعبر عن الإشراق اللي دايما بنشوفه على وجيه العملاء بشكل عام، أو بضيوف أو بوجيه ضيوف الرحمن مثلا، في المشاعر، الفرحة، الخشوع، الطمأنينة، الود والحب والرضا عن الخدمات اللي بتتقدم لهم خلال مواسم الحج أو في موسم العمرة. نعم، طبعا ضيوف بيت الله الحرام يعني من جميع الأصقاع في هذه المعمورة بمختلف أشكالهم وملامحهم وألوانهم أيضا وجنسياتهم. ما هي الفئة المستهدفة من وراء هذه المبادرة القيمة محية في صناعة الصورة الرقمية؟ طيب، هي في صناعة الصورة الرقمية احنا عندنا الفئات المستهدفة، احنا جربناها اول شيء في موسم الحج، لكن هي نقدر يعني في هذه المبادرة انها تكون طول السنة. يعني فالفئات المستهدفة عندنا الافراد والمنظمات والشركات والمؤسسات اللي تطمح انه تكون صورة اعلامية رقمية بكوادر سعودية في المملكة العربية السعودية اليوم مع رؤية 2030. وبرضه احنا في موسم الحج استهدفنا اللي هم الحجاج بشكل عام، وكمان المؤسسات والافراد اللي بيخدموا وبيقدموا خدمات للحجاج. جميل. ما هي خطة مبادرة محيا المستقبلية في التحول الرقمي للإعلام الجديد؟ طيب، احنا في البداية عندنا خطة اللي هي إقامة معرض محلي أو دولي
طيب باسم الهدف معرض محيى الرقمي؟ معرض محيى الرقمي. نعم. طيب، فهو لإظهار الصورة والجهود القائمة والتطورات الرقمية في المملكة حاليا، وأيضا من جهة أخرى حيكون معرض ديني بحت من موسم الحج، لأن احنا بننقل من خلال المحيّة الصورة اللي هي واقعة فعلا موجودة في الحج، كيف الحجاج بيكونوا مبسوطين، كيف بالخدمات المقدمة لهم، كيف ردود أفعالهم، سواء كانوا في جبل الرحمة مثلا أو في المشاعر بشكل عام. يعني شاشات التلفزيون بتنقل هذه التعبيرات وهذه الانطباعات بشكل عفوي لأولئك الذين يصعدون على جبل الرحمة والذين ينتشرون في كل ساحات المشاعر المقدسة، في عرفات، في منى، في مزدلفة. الكاميرا في الحالة هذه ألات يعني هل تغني عن أي شيء رقمي؟ هي تجمع ما بين وبين، لأنه إحنا عندنا برضو الشباب القائم حاليا هم شباب سعوديين الموجودين على أرض الساحة حاليا، فإحنا بنهتم بهدول الشباب اللي هم مهتمين بالإعلام الرقمي عشان يصبحوا أو يصيروا محترفين. كمان عندنا إحنا من مبادرات محية، من مبادرة محية راح نطلع بمسابقة محية للتصوير الرقمي، وبنستهدف منها مين؟ المصورين، وتحفيز المصورين ودعمهم في من خلال هذه المبادرة يعني. جميل جميل. هل من توضيح إحصائي رقمي لمبادرة محيّة في سطور؟ أكيد طبعا، إحنا خلال موسم الحج، لأنها يعني إحنا جربناها حاليا أول تجربة لنا في الحج، فوصلنا تقريبا ل 10,000 صورة بمعدل يومي من 100 إلى 120 صورة، بالتعاون مع 20 مصور تقريبا والجهات المختصة اللي هي بينزلوا من عندهم أو بيضيفوا من عندهم المصورين. نعم جميل. أختي الفاضلة، لعل يعني البعض يتساءل حول هذا المصطلح الإعلام الرقمي، ما هو يعني المقصود بهذا المفهوم؟ طيب، هو الإعلام الرقمي اليوم إحنا في يعني في صحف كتير أو في مجلات أو في الإعلام القديم، لا صرنا ما نقدم أشياء الإعلام بالورق. التقليدي عكسه الإعلام الرقمي. الإعلام الرقمي طبعا نعم. فهو يعني أجهزة إلكترونية، منصات إلكترونية، مواقع إلكترونية. ومعقدة حتى، يمكن المجال هذا يعني من خلال مسماه ومن خلال يعني تطبيقاته معقد يبدو لي. مرة معقد، بس يعني يتطلب ناس فاهمين في هذا المجال نعم، وعندهم خبرة وعندهم متخصصين. دراسة، متخصصين في هذا المجال، لأنه هذا المجال بيعتمد يعني على المجالات كلها القائمة حاليا بتعتمد على مجال الإعلام الرقمي، لأنه من خلاله بينقلوا الصور، بينقلوا الخدمات، بينقلوا كل شيء موجود حاليا. نعم، ونسأل الله تعالى أن تحققي يعني هدفك النبيل بأن تحصلي على الدكتوراه في مجال الإعلام الرقمي وصناعة الوسائط إن المتعددة شاء الله يا في رب. موسمي الحج والعمرة. هل من طيب، كلمة عندي بس ختامية؟ تفضلي ايوه معلش، بس قبل لا نختم عندي، تفضلي. ليش اخترنا مبادرة محية؟ طبعا هنا في نعم البداية نعم احنا قبل لا نطلع بها عندنا عدة أسس طلعنا بيها، اللي هي إبراز دور المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، توثيق اللحظة وحفظ الذكريات للحجاج أو بشكل عام للعملاء، لأنه هي إحنا سويناها دحين في الحج بس نقدر نسويها في أي مناسبات أو في أي احتفالات قادمة يعني مختلفة. كمان من الأسس تفعيل الإعلام الرقمي، وذلك بإرسال الصورة للعميل بنفس الوقت باستخدام خدمة الكيو آر، يعني الحاج لما يجي يتصور أو العميل لما يجي يتصور بنفس الوقت راح يطلع باركود للصورة، فيقدر يسحبه يا بجهازه أو يقدر ارسل الصورة على الإيميل أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. تمنياتي لكم بالتوفيق أختي الكريمة، وأيضا التميز في إنجاح مبادرة محية وتحقيق الهدف النبيل من ورائها. أشكرك الأستاذة أروى بنت عبد الله عبد الجليل، أستاذ
ومحاضرة بجامعة جدة وجامعة دار الحكمة، وباحثة دكتوراه إن شاء الله بمجال الإعلام الرقمي وصناعة الوسائط المتعددة في موسمي الحج والعمرة. بالتوفيق، في أمان شكرا الله. لكم. لو بس تعطيني 5 دقائق، خمسة خمسة دقائق ثواني خمسة ثواني تفضلي تفضلي باختصار. أحب أشكر فيها طبعا مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير الأمين، أشكر والدي الغالي رحمه الله الدكتور عبد الله عبد الرشيد بن عبد الجليل، ووالدتي الغالية أميرة خان، وأشكر أيضا فريق العمل الدؤوب اللي كان قائم على مبادرة محيّا، الأستاذ هشام فؤاد مرسي والأستاذ يوسف تنبكتي ومصممة الجرافيك لينا عبد الجليل والأستاذ عبد الله الشيخ من مؤسسة الترقيم للإعلام الرقمي. والشكر أيضا لشركاء النجاح الأخت والزميلة سارة مليباري والأستاذ بكر عبد القادر من النقابة العامة، الأستاذ أحمد جوهر مدير وحدة الاتصال المؤسسي بالنقابة العامة، والسيدة إيمان مسكي من مؤسسة ضيوف البيت. ومن هذا المنبر أحب أبارك لها إنجازاتها كأول رئيسة مركز تقديم حجاج لبيت الله الحرام، والأستاذ حسن علي من مؤسسة مشارق، والأستاذة أمنية مغربي من وزارة الحج والعمرة، وأيضا وزارة الحج والعمرة على برنامج مبادرون، وأخيرا برنامج من أرض الحرمين وإذاعة نداء الله الإسلام على يسلمك، جهودكم والشكر العظيمة. أيضا موصول لك على هذه التوضيحات الجميلة. شكرا الأستاذة أرواع بنت عبد الله عبد الجليل، في أمان الله. من أرض الرسالة المحمدية ومن منطلق الشعاع الذي أنار العالم، من الأرض التي بذلت الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين.